نحن هلا عم نحكي عن المؤسسات. هاي المؤسسة في منتج أو خدمة بتبيعها. هذا المنتج أو الخدمة هو المنتج عادة بيكون بده ينباع عن طريق الإنترنت. عم نحكي نحن هلا بفترة كوفيد وكل شيء عم نحكي كله عن الإنترنت وعن مشاكل الإنترنت. هلا المنتج نحن يعني بده يكون في منتج ينباع وبده يكون في خبرة وشطارة بالتسويق. وبده يكون في طريق الدفع، وبده يكون في طريق التوصيل. شو ممكن عم بيع؟ اذا عم بيع ايربودز، عم بيع ايباد، عم بيع اكل، عم بيع كيكات، كل شيء عم نبيعه وعم نجرب نعمله في له منتج بده ينباع. فهلا بعرف كثير ناس بيقضوا وقت على انه ما نختار المنتج الاساسي او الفكره، بيقضوا وقت على الفكره. أنا دائما نصيحتي عم بتكون إنه المشكلة مش بالمنتج، عم بيكون أكتر شيء الشطارة بالتسويق، كيف الواحد بيسوق. هذا أصعب شيء وأهم شيء. منشان هيك أنا دائما بنصح فيها إنه في كتير دورات على الإنترنت مجانية، يعني مجانية أو بتكلف تقريبا 100 ريال ما أكتر من هيك، يعني دورات مجانية على الإنترنت يلي بتساعد بالتسويق. شو ما كنا عم نبيع، شو ما كان المنتج عم نبيع، نسيت التسويق. التسويق يعني عم نحكي عن طريق انستغرام، عن طريق سناب، عن طريق فيسبوك. كل هون ادوات معينه موجوده لنا لنقدر انه نوصل عدد اكبر من الناس. وهي ليه ما نوصل عدد اكبر من الناس؟ يلي هو خلينا يعني فكروا بالثياب اللي لابسينه اليوم، انتم القميص اللي لابسينه اليوم هيدا انتو اخترتوه، بس في غيركم بيعتبروا بشع، بيعتبروا حلو، ما يعني بيعتبروا يعني مش ذوقه، ما بيحب يلبسوا ولا شيء. فشو شو بيضطر يلعب يبيعه لهذا القميص؟ بيضطر يفرجيه ل كذا 100 شخص. من هالكذا 100 شخص يعني كل 100 شخص نعتبر في اثنين، نعتبر من هال 100 شخص في 10 بيهمهم هالنوع القميص وهاللون القميص وهالطريقه التسكير وكل شيء. من هال 10 في اثنين اشتروا، يعني هو صاحب العمل بده يبيع، عم يبيع بده يقدر يوصل ل 1000 شخص. 1000 شخص يعني بيع 20 قميص، عنده 200 قميص بده يوصل لأكثر من هون. يعني فهيك حتكون طريقه البيع والتسويق. فهي هون كلها شطاره التسويق. يعني في نحن كاشخاص بدنا نفهم ادوات التسويق، كيف يعني كيف شو بدي على انستغرام، شو بدي على فيسبوك، كيف بدي اعملها، باي بلد ببلش، بنقي صوره او بنقي فيديو، بنقي ستوري بالطول، بنقي تبع الصوره بالعرض. هيدي هون اللي عم يكون فيها طريقه معينه. اذا في عندكم اسئله بليز حطوها بالكومنتس حتى بالتعليقات لحتى تجاوب عنها. ففي ادوات بدنا نفهمها، وبعدين في كمان مثل كل شيء بالدنيا بدنا شويه مصاري لنحلحل امورنا. يعني فبدي يكون في بده يكون في بيع، يعني بده يكون في مصاري لحتى يكون عم بيقدر الواحد انه يوصل عدد اكبر من الناس. فهالمصاري اللي عم تجي بدها تفوت على دعايه انستغرام وفيسبوك وغيرها. فهيدي لما توصل لهالعدد الكبير من الناس بنقدر انه يكون في حركه اكثر على صفحاتنا. يعني تيك توك فيها تكون منصه كثير منيحه لهالموضوع، لأنه كمان عندهم هني بيع عن طريق الإنترنت، وإنستغرام كتير لعب دور كبير بالموضوع، وحسب المنتج فيسبوك كمان بيساعد. فعم نحكي نحن إنه نفهم التسويق كيف، وبنحكي كمان يكون في دعايات، يكون في يعني يكون في قدرة شرائية إنه نشتري دعايات لحتى يوصل للعدد كبير من الناس. وأنا دائما موضوع الدعايات بعتبره مثل إذا عنا كيك. عندنا كيك مقطع 10 شقف. إذا أنا قلت لكم بالغرفة الثانية في كيك، تفضلوا كلوا تفضلوا كلوا، رح تقولوا لي هلا بنقوم ناكل. بس إذا الواحد إجى لعندكم جاب الكيك عند أول واحد، حتاخذ قطعة، راح عند الشخص الثاني لحده فلما نحن الكيك عم نجيبه لعند الناس حيكون في استهلاك أكبر لإله. مرحبا نور. نور عم نحكي نحن على طريقة التسويق على الإنترنت. على وشو البيع؟ البيع على الانترنت، وشو عم نحكي عن البيع على الانترنت، كيف فينا نبيع منتجاتنا على الانترنت. فعم نحكي نحن عن شو الادوات اللي بنستعملها مثل انستغرام وفيسبوك وتيك توك وسناب وغيرها، وكمان بنحكي على القدره الدعائيه لنحتاج نعملها. فهي هي بتطبق على شو ما كانت الفكره، بيطبق على هذا الموضوع.
ونحن هلأ فرجينا المنتجات لهالناس على الانترنت، اللي حيعملوا هني حيتواصلوا معنا على الخاص، يعني على الواتساب يا على الانستغرام الدايركت مسجز، حيتواصلوا معنا يسألونا القياس، عندكم اياه بغير لون، عندكم القياس، بتوصلوا على الرياض، بتوصلوا على جدة، يعني ففي عندهم يعني في دائما في تفسير قد ايه حقه غالي، لا شو بتنزل، يعني بضل في هالحكي اللي بده يحكوا معنا نحن قبل ما يشتروا. هيدي عم بيسموها conversational commerce، يلي هو انه بدنا نتواصل عن طريق الرسائل الخاصة لنشتري، فكل ما تحكوا معه اكثر، كل ما تفسر لي اكثر، كل ما برتاح لك، يلي هي بتعتبر اذا انا فتت على محل، اذا نحن فتنا على محل المحلات، بتعرف اوقات في عنا ناس متوفق فيهم بيكونوا شاطرين بيقدروا انه يساعدونا يفهموا علينا بمنتجات، يعني بياخذوا اوكي شو محتاج شو عم تفتش، بيفتشوا معنا بالمحل وبيقترحوا علينا كمان وبيساعدونا بعمليه الشراء. هيدي موجوده بالمحل، بس على الانترنت البديل يلي لها يلي هو الكونفرسيشن كومرس، هو التواصل عن طريق الرسائل الخاصه، هو واتساب وانستغرام دي ام. نعتبر قال الشخص انا بيهمني هذا القياس مزبوط وهذا اللي بيهمني وبتوصله لعندي على البيت، انا مستعد اشتري. فهون بده يكون عندنا قدره انه ناخذ فلوسه، يعني يكون في نقدر نحن نعطيه رابط ليقدر هو يحط، هالشخص يقدر يحط الكريدت كارد لحتى يقدر يشتري. ايهام السلام عليكم، عم نحكي نحن على طريقه البيع عن الانترنت وشو مشاكل البزنس، وعم نحكي عن المنتجات يلي بتنباع على الانترنت والدعايات كمان كيف بتساعد. فنحن عم نحكي في عنا ادوات يلي هن انستغرام وتيك توك له دور كبير بالبيع عن طريق الانترنت وفيسبوك، وبعدين في عنا الدعاية اللي لازم تنعمل عن طريق هالإعلام الاجتماعي، وبعدين في شيء اللي عم نسميه conversational commerce اللي هو التواصل عبر الخاص على الواتساب أو الانستغرام دي ام أو تيك توك الخاص، إنه هالمنتج عندكم هالحجم، بتوصلوا على المنطقة، كيف بدفع، كل هالأمور. يعني هلا اللي بيصير بعدين انه حسب، خلينا نحسب نحن انه عم يتواصلوا معنا وهمهم يشتروا، نحن لازم يكون عندنا قدره نحن كزعميه على الانترنت نقدر نحن نرسل لهم رابط لحتى يقدروا هن يشتروا منه. يعني فنحن نرسل لهم الرابط وبيحطوا هن فيه الكارت، كارت مدى او ماستر كارد او امكس او غيره، ليقدروا انه هن يدفعوا ونحن نحصل مصرياتنا، لانه نحن ما لنا مصلحه نبعث لهم المنتج على بيتهم او على شغلهم وهم يردوه. يعني بتعرفوا نحن هو دفع، يعني دفع على التوصيل، في امكانيه كثير كبيره انه يغيروا رايهم او ما يكونوا بالبيت او يشوفوه ما يعجبهم. فهيدي طريقه الدفع المسبقه بتساعدنا نحن كمؤسسات انه المصاري الفلوس تكون معنا ونقدر انه نضمن هالزبون حيشتري يعني بده هذا المنتج. فخير نحن على وفقنا واشترى زبون مننا نحن. لما يشتري نحن من عندنا زبون رح يكون في نحن صار عندنا مسؤولية انه نوصل. فشو عندكم اسئلة بليز سألوني بالتعليقات. شو ما نحن شو ما بده اشترى من عندنا نحن بعدين ما نوصله هذا الغرض. نحن هون علينا دور نوصل الغرض، يعني يكون احنا يكون عن طريق توصيل، يكون عن شركات توصيل نقدر نحن نشتغل معهم لحتى نوصل هذا المنتج لكذا منطقة، حتى في يمكن كذا بلد. فنحن بنقدر عن طريق هذه المؤسسات التوصيل انه نوصل هذا المنتج. بعدين بنصح يكون عندنا مؤسستين توصيل، لانه كلهم بيجي عليهم ضغط، كلهم بيجي عندهم مشاكل، فاحسن يلي بنعمله انه يكون عندنا مؤسستين. ساعتها في حال في مؤسسة كانت أضعف من غيرها أو مشغولة أكثر أو ما فيها أو يمكن في إمكانية تأثر معنا، كنا ساعتها في كنا نتواصل إحنا مع مؤسسين حتى تقدر توصلها. وبعدين في بطلب الآخر عنا خدمة ما بعد البيع. خدمة ما بعد البيع يعني اشتروا المنتج وعندهم إياه البيت، صار عندهم سؤال عنه، عندهم مشكلة فيه، بده يكون في طريقة استرجاع. هيدي كلها منعوزها لحتى نقدر انه نوصل يعني المنتجات بهذه الطريقه. انا على فكره عامله اقسم لكم اياهم وبلش فرجيكم كيف بتصير، بس نشوف كيف اذا فينا نعملها على الكاميرا كيف تطلع.
لحظة جاي. أنا بدي أعمله، بدي أجيب أوراق وقلم لحتى نقدر نعمل. حسب حسب يكون حاضر بالامور. بس هلا رح جرب انا اذا بدي اقسمهم، خلينا نشوف اذا بيطلعوا مقلوبين ام لا. زاد انا التسويق مثل هيك بيطلع صعب قراءته ما هيك؟ ما بعرف اكتب بالقلب. اوكي خلص بلاقي طريقة لها بعدين. ريت خلينا نشوف حل لهيدي الموضوع بعدين اذا بدنا نعمل شيء. حط مراية واكتب عليها ما بعرف. طيب ما بعرف اكتب الا بالقلب. طيب اختيار المنتج صعب. صعب لانه ما فينا نعرف النجاح، ما في مجال نعرف النجاح. فانا دائما بنصحه هو نشتري منتجات اللي نحن نفهم فيها شوي على القليل بالاول. يعني مثلا انا هلا اذا قلتوا لي اشتري وبيع قطع موسيقيه، نعتبر نحن انه في قطع موسيقيه كثير، يعني كثير هلا في رواج لانه الناس عم تدفع حقها. طب انا ما بعرف الموسيقى، ما بعرف ما بعرف الجيتار اذا عنده خمسه سترينجز او عنده، ما بعرف. فيعني بلش بشيء شوي برتاح فيه، بعدين بوسع للامور الثانيه اللي بقدر افهم فيها شوي اكثر. يعني اول شيء بلش بشيء نحن نفهمه اكثر، ثاني شيء نبلش بعدد منتجات قليل، يعني ما يكون كتير كبير. يعني نشتري 10 قطع فينا نخبيهم تحت 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 الكنبية أو تحت التخت نخليهم عنا نحن البيت ونجربهم. يعني ما يكون يكون حتى لأنه يمكن نبيع من هالعشرة يمكن نبيع اثنين، هيدا لنا ثمانية، وكلهم رايح ثمانية هيني بنوزعهم للأصحاب وللأقرباء بننتهي منها يعني. بس إذا اشترينا 500 قطعة و600 قطعة وبنبيع منهم اثنين صعب. يعني عندك 400 500 قطعة شو بدي أعمل فيهم؟ مشان هيك بتشوفوا في بالسوق بضل في سيلز سيلات تخفيضات تخفيضات على كل شيء. ليش؟ لانه في منتجات قاعده وجاي موسم جديد، فجاي ثياب جداد واغراض جداد، فالناس قاعده على بضاعه، فالاصحاب الان قاعدين على بضاعه معينه شو بدهم يعملوا فيهم؟ بدهم يبيعوهم. فبيقول لك انا بدل ما اخسرهم كامل خفضهم 10 20 30، بعمل تخفيضات 10 20 30 40 50% وببيعها وبطلع شويه فلوس لحتى اشتري للموسم الجاي. فاختيار المنتج صعب، يعني ما فينا نعرف شو المنتج المعقول ينجح. بس اللي فينا نعمله نحن انه نبتدي بشيء نحن مرتاحين فيه ونبيع وما نكتر العدد يلي بنشتري نحن من المنتجات. مرحبا زينة كيفك؟ اوكي هلا خلينا نشوف شو في عنا اسئله. طيب واحد من الأسئلة اللي هو إذا نحن بدنا نشتري، إذا الناس عم تشتري على طريق الإنترنت وهني ما بيقدروا يشوفوا المنتج، ما بيعرفوا القميص والمنتج وهذا، في صعوبة فيها. يعني الناس يمكن ما تشتري، يعني صعب تشتري عنا نحن. بس إذا نحن كنا واضحين إنه نحن عنا طريقة استرجاع واضحة ومنا مكلفة، الناس بتجربنا. يعني حتى في مؤسسات كثير نجحت عم ببيع فرش تخت، فرش تخت، يعني حدا عم بيبعتوا له فرشة السرير على المنزل وعم بيناموا عليها عم بيجربوها ومعهم 90 يوم، بهال 90 يوم ما ارتاحوا عليها بيتصلوا بالمؤسسة وحدا بيجي مع المؤسسة بياخذها. فلهالدرجة شيء مثل هيدا ناس واثقة، يعني عم تاخذ وقت لتوثق تشتري على الإنترنت. بس لانه في طريقه استرجاع هينه وغير مكلفه، يعني سهله وغير مكلفه، هيدي بتقدر تساعد كثير الناس انه تجربنا. بتقول خلص بجربهم وبجربهم بشيء صغير، يعني شيء منه مكلف وشيء صغير لنشوف حيوصلوا لي المنتجات منيحه، اذا صار عندي مشكله بتواصلوا معي بسرعه ام لا. يعني في هيدي الطرق، هيدي وحده من الطرق الموجوده. شوف شو عن اسئله بعد.
مرحبا نور، أيهام، أوكي. عم نحكي نحن هون عن موضوع اللي بيسموه دروب شيبينج. دروب شيبينج اللي هو المنتج منه معنا، نحن عم نوصله من المعمل مباشرة عند الشخص. إذا حدا أنتو جيتوا واشتريتوا من الموقع، عم بيروح الطلب مباشرة على المعمل، والمعمل عم بيوصلنا اياه مباشرة، بدل ما يكون انا كالمتجر ما شايفه، ما عارف الموضوع. هلا الناس اللي عم تشتري هذا بهذا الموضوع، انا اللي بنصحهم يعملوه على القليل يشتروا المنتجات هن الخاصة لهم، هن يشتروها لهم هن، ليشوفوا يقدروا يستعملوه، ليشوفوا هن شو يعني هذا المنتج اللي اشتروه شو وضعه، يعني شو نوعيته، اذا هن مرتاحين فيه معقول يشتروه ام لا. فمنشان هيك الدروب شيبينج شوي فيه تجربة، يعني في محاولة تجربة كتير كبيرة بدها تكون موجودة لحتى نقدر إنه نكون واثقين أكثر بالمنتجات اللي عم نبيعها، ونكون نجربها نحن مثل ما بيجربها العميل. فهيدي بتكون تجربة لإلها هون. في طريقة تانية كمان، بس هيدي بتاخد وقت شوي أكتر، يلي هو نحن بنحط متجر. يعني أنت هون السؤال عم تحكي إنه نقوم بشراء المنتج لما يجينا طلب بيع. هيدي هون شو بهالحالة بنعمل؟ بنعمل متجر كامل، وهذا المتجر عليه المنتجات كلها مع صورها مع كل معلوماتها وكل شيء، بس ما ضروري نحن يكون عنا إياهم. هل كنا نقدر نوصلهم، بس ما يكون عنا إياهم موجودين بالجرور عنا أو بالبيت عنا أو بالمتجر عنا أو بالمخزن عنا. فبيصير هون إنه بس يشتروا هالشخص، نحن بنرجع بعدين بنشتري، يعني هو بيشتري منا ونحن نشتري غير، هي هيك تجارة. يعني هو بيدفع لنا 100 ريال حقها، ونحن بنجيبها من السوق ب 20 ريال وبنوصل له إياها. فهيدي الطريقة صحيحة فقط إذا اللي على متجر منتجات المتجر نعرف وين نجيبها من السوق، يعني نعرف الوكيل، نعرف المتاجر، كل شيء. هذا واحد. اثنين، فينا نشتريها بسرعة، يعني مش نشتريها من عنا اليوم ونحن ما نشتريها من حدا بيوصل لنا إياها بعد شهر وشهرين. فيكون نحن نقدر توصل عنا بسرعة، لأن حتى نقدر نشتريها سريعا ونقدر نوصلها سريعا. هيدي تاني شغلة. تالت شغلة، حيكون في مشكلة إنه لما في ارتجاع، يمكن أنت كصاحب متجر عم ترجع نسترده من العميل، بس المحل مشترين نحن منه يمكن ما يقبل إنه يسترده، فحيكون نحن في عنا علينا كلفة استرداد هيدي المواضيع. طيب هلا منشان الاسئله، اذا هلا او بعدين، اذا بتواصلوا معي على الخاص على تيك توك او على انستغرام، بقدر انا اجاوب عن اسئلتكم. كل شيء يخص بالبزنس وافكار البزنس شو فيها نعمل، ما تستحوا تسالوني، وانا حاضر هون لحتى اشوفكم على هذا الموضوع. وعندنا بعد اخر سؤال كان هو شو اذا انبيع تلفزيون كاش. هلا في موضوع الكاش اون دليفري، التوصيل، يعني دفع عند التوصيل صعب للاثنين. يعني العميل بيهمه الدفع عند التوصيل، لانه اذا ما عجبه المنتج في رده، وكمان ما في كلها كبستين لحتى يجي البضاعه عنده. بس هلا بفتره كوفيد ان شاء الله صرنا احنا على اخرها، على بوادر خير فيها، الناس تعودت تدفع اكثر على الانترنت. فانا بنصح الناس عم بيعها من جديد انه تضغط من الأول إنه البيع عن طريق الإنترنت مش عن طريق الكاش. بهذه الحالة بيضمنوا إنه البيع بيكون معهم هني، وبعدين سنتز. بس لازم نحنا، لأنه كمان أخذنا يعني الفلوس من الناس على كير، لازم يكون لنا طريقة استرداد واضحة. يعني يا بيشتروا غير، يعني إذا رد، يعني رد موضوع، يا بيشتروا شيء تاني منتج عنا من المحل، أو مرد لهم فلوسه أنا. فالاثنين هو الاثنين حل، يعني لأنه بتدفع عند التوصيل لما الناس بتوصل على البيت. غير رأيي أنا الحالي، أنا شاري أغراض كتير على الإنترنت، محمس عليها، بشوفها بدي إياها هلا، بدي أشتريها، يوم يومين توصل عندي، بطلع هيك أنا شو طالب، نسيان، بفتحها بطلع هيك إنه بحتاجها أنا هاي أم لا، بلحظتها كنت بحتاجها وأكيد بدي إياها، بعد بيومين ثلاثة خلاص أنا يعني نسيت وتغير الوضع وتغير حماسي.
فمشان هيك لو انه وصلتني وفتحته وانا طب دفع على التوصيل كنت رديت له اياه انه خلاص انا غيرت رايي. فهيدي هيدي هيدي بتساهم في البيع. اذا عندكم اسئله لبعدين تسالوني عنها انا موجود على تيك توك، فيكم تسالوا اسئله على خاص التيك توك او على خاص الانستغرام وانا حاضر جاوب على اسئلتكم. وشكرا لكم كنتوا معنا اليوم، والبزنس صعب وبده خبره وفيه مشاكله، وانا دوري انه نبهكم على المشاكل واعطيكم اتجاه للحلول. شكرا لكم.